على الخبر العاجل الذي كنا أوردناه منذ قليل بأن إسرائيل تدرس صيغة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين على أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل في قطاع غزة، والذي ربما سيشكل منحا جديدا في هذا الصراع الممتد منذ 3 أشهر وأكثر. أرحب بضيفي الكريم من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور فايز أهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ محمد. دكتور فايز، يعني كيف ترى هذا التطور المفاجئ منذ دقائق؟ يعني هو تطور مهم في حد ذاته، وأعتقد أن هذا التطور راجع إلى أمرين رئيسيين. الأمر الأول أنه هناك جهود دبلوماسية ضخمة تجرى من جانب مصر مع أطراف معنية أخرى على الوصول إلى وقف إطلاق نار. العامل الثاني يتعلق أيضا بالضغوط التي تعرض لها نتنياهو خلال الأيام الأخيرة من جانب أسر المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، والذي يعني وصل رفضهم إلى مستوى متقدم وأشكال مختلفة من التعبير عن رفضهم لتعنت نتنياهو ورفضه للوصول إلى أي اتفاق حول تبادل الأسرى أو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. لكن نحن نحتاج إلى تفاصيل أكثر، لأنه هناك أمور كثيرة لابد أن يعني أن يتم مناقشتها، أو أن يتم بالتأكيد يعني مسألة وقف إطلاق نار لمدة شهرين مقابل الإفراج عن كامل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. أعتقد أنه توصيف ناقص لهذه الصفقة. أكيد، لأن هذا هو ما جاء أو نقله موقع أكسس، وبالتالي هو قد يكون يعني ما يثار في الغرف المغلقة، ولكن باقي التفاصيل ربما لم تعلن يعني بشكل رسمي. ولكن إلى أي مدى هذا التصور، إذا ما صدقت أكسس فيما ذكرته، سيلقى قبولا من الفصائل وخصوصا من حماس؟ يعني طبعا التصور الذي طرح من جانب حماس خلال الأيام الماضية كانت تتحدث عن يعني انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودتها أو ضمانات دولية بأنها تكون جزء من يعني الحكم في القطاع غزة. كل هذه الأمور يعني أعتقد أن ما يجري زي ما حضرتك أشرت، ما يجري في الغرف المغلقة يتم فيه مناقشة كل التفاصيل، لكن التصريحات المعلنة هذه بالتأكيد جزء من ممارسة الضغوط المتبادلة بين الأطراف. لكن النقطة الأساسية أنه وقف إطلاق نار لمدة شهرين يعني بصرف النظر عن كامل التفاصيل الأخرى، هذا في حد ذاته يعتبر أو سيكون إنجاز كبير لأكثر من سبب. أولا، مدة شهرين هي مدة مهمة ستسمح بمراجعة من جانب الأطراف، من كل الأطراف. المسألة الثانية أن مدة شهرين ستكون كافية أيضا لجهود دبلوماسية من جانب القوى المعنية بإنهاء هذا العدوان للتواصل مع جميع الأطراف لتحويل وقف إطلاق النار إلى مدة الشهرين إلى وقف إطلاق نار دائم. ولكن هذا يحتاج ضمانات، ولكن تفضل دكتور، يعني سأعود إلى هذه الجزئية، آسف للمقاطعة. لا يعني ما أريد أن أقوله أنه هذا يعني الوصول إلى وقف إطلاق نار لمدة شهرين هذا سيمثل يعني تحول مهم، وقد يؤسس لي يعني إطار جديد أو يؤسس لي يعني واقع جديد داخل قطاع غزة. يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا أنه يعني بالتأكيد هناك حدود لمماطلة إسرائيل وتعنتها في مواجهة كتلة دولية ضخمة باتت يعني لا تقبل باستمرار هذا العدوان، ضغوط عربية كبيرة ومصرية لإنهاء هذا العدوان. أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية كان لديها مطالب محددة بأنها هذا العام هو عام انتخابات، وبالتالي لابد أن يعني وقف هذه العمليات أو على الأقل تغيير طبيعتها. أعتقد أن هذه المتغيرات كلها هي التي أدت إلى حلحلة في الموقف الإسرائيلي، سواء فيما يتعلق بالضغوط الدبلوماسية والعرب المصرية والعربية، سواء فيما يتعلق بالضغوط التي يمارسها الداخل في إسرائيل، ليس فقط أهالي المحتجزين لكن الأوضاع الاقتصادية. ويعني زي ما حضرتك أشرت في بداية الحلقة
عن كل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أن هناك حدود لما يمكن أن يتحمله الاقتصاد الإسرائيلي لتكاليف هذه الحرب، وهي تكاليف متعددة، ليست فقط التكاليف المباشرة، لكن هناك تكاليف مباشرة أيضا ليست قليلة، بالإضافة إلى المتغير الخاص بموقف الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق بالانتخابات. هل داخل إسرائيل، ونحن نعلم مدى الانقسام داخل الكابينت في إسرائيل، هل هناك أو يستطيع بنيامين نتنياهو أن يتخذ هو والمجموعة يعني التي تريد اتفاق لإخراج المحتجزين، هل يستطيعوا التغلب على الأصوات اليمينية التي تهدد في حال وقف الحرب بأن هذا الأمر سيكون بمثابة الرصاصة الأخيرة التي تطلق على حكومة بنيامين نتنياهو وبالتالي على مستقبل نتنياهو السياسي؟ يعني اولا يجب ان ناخذ في الاعتبار انه كانت هناك هدنه بالفعل يعني في الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر، واضطر نتنياهو لقبولها رغم انه كانت هناك معارضه في الداخل وخاصه من الجانب اليمين المتطرف، يعني حتى الهدنه في هذا التوقيت كانت في المراحل الاولى يعني من الحرب او من العدوان الاسرائيلي، ومع ذلك اضطر نتنياهو الى القبول بهذه الهدنه. العامل الثاني انه بات هناك قناعه كبيره لدى كل الرموز الاخرى السياسيه والعسكريه في اسرائيل، سواء يعني من جانب المعارضه السياسيه او من جانب شركاء نتنياهو في الحكومه والقيادات العسكريه، بانه نتنياهو يريد توظيف او اتجه الى توظيف العدوان في لتحقيق اهداف سياسيه، واعتقد انه يعني في الاغلب ان هناك قناعه بدات تتطور داخل اسرائيل بانه يجب التخلص من نتنياهو. كانت هناك محاولة لحجب الثقة عن الحكومة لكنها فشلت، لكن أعتقد الآن ربما يكون وقف إطلاق نار والمحاولة لإنهاء هذا أو على الأقل لوقف إطلاق النار، أعتقد أنه ربما يفتح هذا المجال أمام نقد أكبر وأوسع وأكثر قوة من الداخل ضد نتنياهو، لأنه كما أشرت أصبح هناك قناعة لدى الكثيرين بأن نتنياهو يستخدم الحرب لتحقيق هدف سياسي خاص به هو، وهو التهرب من المحاسبة، محاولة أن يجد طوق نجاة للاستمرار في الحياة السياسية. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك.